لو خدنا مثال بعض الأمثلة زي معهد ناصر اللي سيادة الرئيس صدق لنا عليه أن يتحول إلى مدينة طبية يمكن أن يكون فيها الآن 1612 سرير، ويعني أكثر من 335 سرير عناية مركزة و100 وحدة غسيل كلوي و95 حضانة، وأيضا غرف عمليات متطورة جدا. يتحول 35 فدان على النيل في موقع متميز من معهد بيقدم خدمات لملايين المواطنين سنويا إلى مدينة طبية عالمية بكل ما تملكه من خبرات ومن خدمات وأيضا من بحث علمي في كل المجالات العلمية والبحثية. هذا المعهد المنتظر أن يبدأ تطويره في خلال الشهور القليلة القادمة ليكون ذراع لمنظومة التأمين الصحي الشامل سواء عندما تصل إلى القاهرة أو حتى بعد وصولها للقاهرة. هذا مثال من الأمثلة. إذا رحنا لمعهد القومي الأورام وهو 500-500 وهو أيضا أحد المستشفيات المتخصصة في علاج الأورام بجانب المعهد القومي للأورام وبجانب 14 مركز أورام تابعين لوزارة الصحة والسكان على مستوى المحافظات، نجد أن هذا المعهد الضخم يمكن أن ينقل العلاج الأورام نقلة نوعية بوجود أكثر من 300 سرير وأيضا أكثر من 80 غرفة عناية مركزة وأيضا علاج للكيماوي وعلاج إشعاعي خلال مكان يستطيع أنه يقلل العبء على معهد القومي للأورام الذي يقوم بدور كبير بالإضافة إلى معاهد الأورام المنتشرة على مدار الجمهورية. إذا رحنا القلعة من قلاع التعليم والعلاج في مصر وهي جامعة عين شمس وتصديق سيادة الرئيس على تحويل جامعة عين شمس أيضا إلى مدينة طبية، جامعة عين شمس ومستشفياتها لوحديها بتخدم 3628 سرير، تخدم آلاف من المرضى وملايين من المرضى على مدار الشهور وعلى مدار الأيام بتخصصات مختلفة في كل مجالات التخصصات وبأعضاء هيئة التدريس واستشاريين يعملون جانب زملائهم من وزارة الصحة في كل المجالات. لو اتكلمنا على المنوفية لو رحنا ناحية الدلتا نلاقي أن أيضا جامعة المنوفية في مشروع لتحويل مستشفيات جامعة المنوفية لخدمة حوالي 10 مليون مواطن في منطقة الدلتا بأكثر من 4000 سرير و3755 سرير داخلي وسيرة عناية مركزة وغرف عمليات لخدمة مواطنينا. هذا هو الاستثمار الذي يتم من مصر للمنظومة الصحية. إذا انتقلنا إلى جبل الجلالة في مدينة واعدة وهي مدينة الجلالة، يعني بتكليف من سيادة الرئيس كنا عمرنا ما نقدر نتصور أن احنا نصل في يوم من الأيام أن مدينة الجلالة يكون عليها جامعة عالمية دولية بالشراكة مع كل المؤسسات الدولية المرموقة على مستوى العالم، وفي حضن هذه الجامعة المستشفى التعليمي التي تسمى مستشفى الجلالة. ما ترونه أمام حضراتكم هو صور من الواقع وليست صور افتراضية. هذه المستشفى الآن يتم التعاقد مع كيانات عالمية للشراكة وإدارة هذه المستشفيات حتى تكون مستشفى قوامها 577 سرير، يوجد بها أكثر من 50 وحدة عناية مركزة وأيضا سرة مركزة لعلاج الأورام وعلاج التخصصات المختلفة، 10 غرف عمليات وأكثر من 87 عيادة متخصصة. هذه هي ما ترونه هو جزء من منظومة التدريب والتعليم، لكن لن نكتفي بهذا. وكانت الجمهورية مصر العربية من خلال توطين صناعة الدواء لكفاءة الدواء وأيضا للاكتفاء الذاتي من الدواء، كانت هيئة الدواء المصرية والشركات الوطنية وعلى رأسها شركة أجديمة ومصانع فيكسيرا أو الشركة القابضة للقاحات التي كان لها دور كبير في التعامل مع جائحة كورونا من خلال توفير كثير من اللقاحات أو حتى تصنيع المحلي للقاحات. وأيضا لم نكتفي بهذا، وكان المشروع القومي بتكليف من سيادة الرئيس وهو جيبتو فارم مدينة الدواء المصرية بتكلفة أكثر من 5 مليار جنيه لدعم الاقتصاد القومي حتى تكون مصر عندها اكتفاء ذاتي من حوالي 80% مما يتم احتياجاته من الأدوية يكون إنتاجها محليا، ونعاون ونتعاون مع كل الدول الإفريقية من خلال هذا. وأتصور أن هذا المؤتمر والمعرض هو فرصة كبيرة لهذا الموضوع أن يكون هناك تعاون وشراكة، تستطيع مصر من خلال هذه الصناعة الواعدة أن تؤدي إلى اكتفاء ذاتي من خلال تعاونها مع أشقائنا في القارة الإفريقية.